اهلا بكم في حلقه جديده، يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده ازاي هنعرف نشغل العاب الاكس بوكس او الاكس بوكس 360 على البي سي. في اخر مره كنا اتعلمنا ازاي نشغل العاب البلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 3. النهارده الموضوع سهل جدا جدا، كل اللي تحتاجه سيادتك البرنامج واللعبه بس، ولا فيرم وير ولا بايظ ولا اي حاجه. برنامج عندك هو اسمه اكسينيا، ده يعتبر افضل برنامج موجود حاليا لتشغيل العاب الاكس بوكس. هتنزلوهم من هنا اللينك دوت، وهسيب طبعا الوصف اللينك في الوصف تحت. تيجي هنا عند ماستر تحمله، تعمل سيف تمام، وينزل معاك على طول بالشكل ده. يعني اهوت البرنامج اهو كان مضغوط، عملت له اكستراكت في ملف لوحده خرج معاك. بس تاني حاجة هتنزل اللعبة، ده نفس الموقع اللي احنا كنا حملنا منه العاب بتاع بيشن 2 والبيشن 3، ويعتبر افضل موقع بصراحه. اللعبه بتنزل بصيغه الايزو وعليه تقريبا كل الالعاب، تمام. اي لعبه انت عاوز تحملها بتخش عليها تك داونلود ناو، وهي الاسطوانه اهيت. اديت طبعا هي اللعبه كبيره فبتنزل 2 دي في دي بقى، فاضطر تنزل الاثنين. فخد بالك عشان انت كنت تلعب مثلا شغال في اللعبه يجي يقول لك انسرت دي في دي 2، تقول دي في دي 2 ده ايه؟ لا، عشان هي اللعبه كبيره فتتقسمها اثنين، مفيش مشاكل خالص يعني. ادي البرنامج ونزلنا، انا نزلت لعبه ريزنت ايفل 5 عند ايه؟ ايزو برام ستون، تمام؟ انا افتح البرنامج. للاسف البرنامج ده مش زي البرامج الثانيه بتاعت البيشن 2 او البيشن 3، البرنامج مقفول، ما ينفعش تعدل فيه اي حاجه، فيه شويه كده حاجات. مفيش اوبشن اصلا انت تعمل اي حاجه. طب ازاي انا هشغل الدراع او ازاي اظبط الدراع؟ هو للاسف لازم يبقى عندك دراع يا اما اكس بوكس يا اما حتى دراع بلاي ستيشن 4. يعني الاكس بوكس سيادتك هتوصله عادي، الكمبيوتر هيراه عادي مفيش اي مشاكل، اكنك موصله على جهاز اكس بوكس على طول. طب انا دلوقتي عندي برنامج او دراع بلاي ستيشن 4 وعايز اشغله ازاي؟ عادي برضو نفس الكلام، هتوصله عادي برضو بالسلك او بالوايرلس، تمام. هيشتغل معاك برضو، هيقرا كانه اكس بوكس. يعني دلوقتي ويندوز 10 بيقرا الدراع كانه اكس بوكس عادي، مفيش فيه اي مشاكل، تمام. تيجي تفتح اللعبه من هنا او فايل اوبن، تختار اللعبه بس، يعني مش هقول لكم في ثواني خالص. يعني ممكن ده بسبب مثلا ان اصلا يعني الاكس بوكس والبي سي يعتبروا يعني نفس الشركه بتاعت مايكروسوفت، يمكن البورت او الدنيا متشابهه جدا يعني في الموضوع. النهارده حبيت انزل لعبه الجرافيك بتاعها عالي شويه، ما حبيتش انزل حاجه تعبانه يعني، عشان ايه يعني تشوف المحاكي فعلا شغال ولا لا. انت عايز تعمل لعبه فول سكرين هنا في ويندوز اهو، فول سكرين مش معاك فول سكرين عادي، تمام كده. اللعبه بدات معانا، نبدا. طبعا انا رمي سيف تمام، نيو جيم نيو جيم اوكي نورمال ماشي. انا شايف الموضوع هنا سهل جدا عن البيشن 3، حتى في العاب معينه شغاله جدا عليه بسهوله. يعني ريد ديد شفت مقارنات ليها على الحاكي بتاع البيشن 3، وهنا هنا شغاله سلسه جدا. تمام، بس سكيب الفيديو ده، سكيب تمام. اللعبة يا جماعه شغاله بصوا كويس جدا. coming in loud and clear Kirk. Yes. اللعبة دي يوم ما نزلت يا جماعة مش من 5 سنين تقريبا، كانت لعبة كنت حاسس ان الجرافيك اصلا ملوش حل دلوقتي يا سبحان الله. اوكي بوتشر بيقول لك راندفو، واتش يور باك. اوكي ده بيضربوا ايه هناك دول؟ بيضربوا مين؟ انا اسف يا جماعه انا ماشي كده.
طب ليه فجأة كلهم وقفوا كده؟ ده البوتشر. سكيب، انا اسف بقى. فاهم، واللعبة ما تشتغل معاك سيف عادي يعني، مفيش مشكلة. كلمني وحش. اوكي. اوكي. ناخد الأسلحة بتاعنا. اوكي. تمام. الباب مقفول. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. في حد ذبح ال انا شايف اللعبه ما شغاله، بس يعني والله كانها لعب بي سي يعني، مش على محاكي خالص. فاللي حابب يلعب لعبه ريد ديد يا جماعه يلعبها هنا، ما لعبهاش على المحاكي بتاع بلايستيشن 3. هنا على المحاكي بتاع اكسينيا افضل مليون مره. اللعبه فعلا شغاله يعني، شغاله 60 فريم طبعا، بس هو الطبيعي اصلا في البلايستيشن 3 ما كانش فيه 60 فريم قوي يعني، معظم الالعاب شغاله على 30 بالعافيه يعني كمان. بس اللعبه شغاله 30 فريم ثابته مش بتنزل. على البلايستيشن 3 كانت بتنزل 20 و15 مش عارف ايه. ايه ده، ده بيعملوا له كانت كمان بيحاولوا الناس هنا. بيتك تجري. يا ابني في ايه؟ تحاول بسرعة كده؟ طب ايه ده؟ ايه ده بس؟ ايه ده كده؟ ايه ده؟ ارجع ارجع. بوم. ماتش لسه. What the hell just happened? They didn't move like any zombies I've ever seen. Come on, Roger. الوقت الكبير اللي عمال يحولهم كلهم. طير رقبته. شيت.
شفنا يا ابن اللذينة. يا نهار ابيض، ده كله جرم. ايه بالظبط؟ ماشي ماشي، حلو حلو. مفيش بقى قنبلة ولا أي حاجة كده؟ متتزقش؟ أيوة. سد الباب؟ أيوة. متتزقش كمان؟ بس كده. ولا ده انا نطيت. استنى استنى، لا احنا نخش جوه تاني. انا اسف، مش المفروض نطلع اصلا. راح فين؟ ارجع لها. طب ده يا عم ده اقسم بالله فكنت بالزق العكس. بس كده. طبعا كله دلوقتي هيخش من الباب هنا. طبعا. امتلي احنا لازم نقدر هنا نحارب يعني. بعد اجيبهم هنا. بسرعة فجرشي والله حرام عليكم. غلطة الفجر. ممكن نجري ها؟ مش كده؟ أحيانا بيبقى بس ولعوا. يعني ليه بس؟ اجري. خلاص. النهار ابيض. بربلهم يا ابني. ايوه ارباجيك جميل. بوم. بس مع السلامة. ايوه كده. ده كده شابتر 1. اوكي. بس يا جماعه زي ما انتم شايفين اللعبه شغاله 100 100. بس كده يا جماعه كده اللعبه شغاله 100 100، مفيش اي مشاكل طبعا. بس ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. مع السلامه.